بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. مرحبا بكم في هذا العدد 14 من سلسلة كيف تقرأ كشف أجرتك الشهرية، والذي سنخصصه إن شاء الله تعالى للحديث عن تفعيل قرار زيادة في الأجور لفائدة المهندسين. هذا التفعيل الذي تم بتاريخ 1 شتنبر 2024. بالنسبة للمهندسين، فالزيادة في الأجور همت التعويض عن التقنية، وذلك بموجب المرسوم رقم 224609 الخاص بهذه الهيئة، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 7320 في الصفحة 4807، واللي تاريخ الفعالية ديالو هو 1 يوليوز 2024. وتفاصيل هذه الزيادة نجدها في هذا الجدول التالي اللي كان نوجدو فيه مختلف الدرجات ديال المهندسين. ففي هذا الإطار الأسود كان نوجدو القيم ديال التعويض عن التقنية التي كانت سارية المفعول إلى غاية 30/6/2024، وكل قيمة هنا هي خاصة بالدرجة المناسبة لها. في هذا الإطار البنفسجي كنلقاو القيم الجديدة ديال التعويض عن التقنية التي أصبحت سارية المفعول ابتداء من 1/7/2024، والتي جاءت لتعوض القيم القديمة بالنسبة لكل درجة بطبيعة الحال. بينما هنا في هذا الإطار الأحمر كنوجدوا القيم ديال المقادير الخام للزيادة. فالزيادة هي بكل بساطة الفرق ما بين القيم الجديدة والقيم القديمة. ولماذا خام؟ لأن هذه المبالغ خاضعة للاقتطاع، سواء بالنسبة برسم التقاعد أو برسم التغطية الصحية أو برسم ضريبة على الدخل. وغنشوفوا دابا عن طريق بعض الأمثلة كيفية تطبيق هذه الزيادة. المثال الأول، غادي ناخذ مثال ديال مهندس دولة من الدرجة الممتازة، السلم 11 الرتبة 2. فالوضعية المالية ديالو ديال شهر 8 هي هذه، وهذه يؤكدها بيان أجرته ديال شهر 8 هي هذه. فكنوجدوا أنه خضع لواحد الاقتطاع اللي هو انترو بيرسو، القيمة ديالو ديال 89.76 كما نرى هنا هي هذه. وهذا الاقتطاع هذا، هذا الانترو بيرسو، أذكر جاء بمناسبة الزيادة في قيمة الاشتراك بالنسبة للكاد بالنسبة للناس اللي منخرطين في لونفا. وهذه القيمة ديال 89.76 بالنسبة لهذا الموظف هي التي تناسب الفترة ما بين 23 ماي 2024 حتى 31/7/2024. كذلك نجد أن الصافي الشهري ديال هذا الموظف بالنسبة لهذا الشهر 8 هو 12328، هو اللي عندنا هنا. وهنا كاينه واحد المسألة، وهو أن بما أن هذا لو تخو بيرسي كان استثنائيا فقط، أي أن الموظف خضع عليه في شهر 8 فقط وكان استثنائيا، ففي الواقع راه الوضعية المالية الحقيقية ديال شهر 8 هي هذه، أي أن الصافي الشهري ديالو راه هو 12418، وذلك بإضافة هذه القيمة هذه ديال تخو بيرسي لهذا الصافي الشهري هذا. إذن هذه هي القيمة الحقيقية. بالنسبة لشهر 9، فتميزت الوضعية المالية ديال هذا الموظف بتغيير في القيمة ديال التعويض عن التقنية، حيث أصبحت 6422 درهم، والصافي الشهري ديالو بلغ 12918 درهم، حسب ما يؤكده أيضا البيان ديال الأجرة ديال شهر 9. فنجد أن المبلغ الصافي الشهري هو فعلا 12918 كما حسبنا هنا. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن هذا التغيير في القيمة ديال التعويض عن التقنية ولد زيادة خام في المداخل قيمتها 881 درهم، اللي هي بنفسها ولدت زيادة في الاقتطاعات بالنسبة لهذا الموظف. فهناك زيادة في الاقتطاع برسم التقاعد، وهناك زيادة في الاقتطاع برسم الضريبة على الدخل. مجموع الزيادة في الاقتطاعات بالنسبة لهذا الموظف هي 380 درهم 94، أخذ معي الاعتبار طبيعة حال الوضعية الإدارية دياله والوضعية العائلية ديالو. هذا المبلغ ديال الاقتطاع زيادة في القطاعات، لما غنقصوه من هذا المبلغ الخام ديال الزيادة في المداخل، غيعطينا هذا المبلغ اللي هو بكل بساطة هو المبلغ الصافي ديال الزيادة اللي غيستافد منه هذا الموظف. إذا هذا الموظف أخذ من الاعتبار الوضعية الإدارية ديالو والوضعية العائلية ديالو، فهو استفد من واحد الزيادة صافية ديال 500 درهم فاصلة 06. وحيث أن الزيادة في الأجر كانت يعني تاريخ الفعالية ديالها هو 1/7/2024، فالموظف عنده الحق
فواحد لو رابيل اللي خاص بشهري يوليو 2024 بنفس القيمة ديال المبلغ الصافي الزيادة، وكذلك شهر أوت بنفس المبلغ أيضا، أي ما مجموعه 1000.12 درهم. وهذا ما يؤكده بيان الأجرة ديالو ديال شهر تسعود، حيث كنشوفوا هنايا بأن استفد من واحد المبلغ ديال الرابيل ديال 1000.11 درهم. المثال الثاني غادي نشوفوا مهندس رئيس الدرجة الأولى سلم 12 رتبة 2. فالوضعية المالية ديال هذا الموظف هي اللي كنشوفوها دغيسي قدامنا هنا، ويؤكدها بيان أجرته ديال شهر 8. فكنوجدوا أن هذا الموظف خضع لواحد الاقتطاع اللي هو 3% قيمته 9.76، كنتوا لاحظوا ها هي. وهذا المبلغ هذا كما قلنا راه هو الذي يناسب الفترة ما بين 23 مايو 2024 حتى 31 سبعة 2024، وجاء بمناسبة الزيادة في قيمة الاشتراك بالنسبة للكاد، بالنسبة للناس اللي منخرطين في تعاضدية أونفا. كذلك كنوجد أن الصافي الشهري ديالو فهو أصبح أو كان عنده شهر 8 هو 14742 درهم، وهو نفس القيمة اللي عندنا هنايا. وحيث أن هذا المبلغ هذا ديال لو تروبيرسي كان استثنائيا، اي ان الموظف غيخضع ليه في شهر 8 فقط، فانه في الواقع الوضعيه الحقيقيه الماليه الحقيقيه ديال شهر 8 راه هي هذه، هي اللي بالنسبه ليها الصافي الشهري هو 14832 درهم، اي باضافه هذه القيمه هذه ديال تروبيرسي لهذا الصافي الشهري. بالنسبه لشهر 9 القيمة المالية، نعم، أو الوضعية المالية ديال هذا الموظف هذا تميزت بتغير القيمة ديال التعويض عن التقنية اللي أصبحت تساوي 7650 درهم، بينما الصافي الشهري ديالو فبلغ 15340 درهم. وهذا ما يؤكده بيان أجرته لشهر السعود، حيث نجد أنه الصافي الشهري هو فعلا 15340 درهم كما وجدنا هنا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا التغيير في القيمة ديال التعويض عن التقنية ولد زيادة خام في المداخيل قدرها 938 درهم، وهذه الزيادة في المداخيل ولدت هي بدورها زيادة في الاقتطاعات بالنسبة لهذا الموظف. هناك زيادة برسم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وهناك زيادة برسم الضريبة على الدخل. مجموع الزيادات ديال الاقتطاعات بالنسبة لهذا الموظف هذا أخذ معي الاعتبار الوضعية المالية ديالو، الوضعية الإدارية والوضعية العائلية، فهي 429.51 درهم. هذه القيمة ديال المبلغ ديال الزيادة في الاقتطاعات لما غنقصوها من هذه القيمة الخام ديال الزيادة في المداخل شنو غتعطينا؟ غتعطينا هذا المبلغ اللي هو بكل بساطة المبلغ الصافي للزيادة. إذا هذا الموظف أخذ معي الاعتبار الوضعية الإدارية ديالو والوضعية العائلي ديالو، فاستفاد من واحد المبلغ صافي ديال الزياده قدره 508.46 درهم. وحيث ان هذه الزياده تاريخ الفعاليه ديالها هو 1 يوليو 2024، فهذا الموظف عنده الحق في واحد لو رابيل الذي يناسب اولا شهر جويلي 2024 بنفس القيمه بطبيعه الحال ديال المبلغ الصافي ديال الزياده، وكذلك شهر اوت 24 بنفس القيمه ديال المبلغ الصافي ديال الزياده، اي ما مجموعه 1016.98 درهم. وهذا ما يؤكده بيان أجرته ديال شهر 9، حيث أننا كنوجدوا أنه استفد فعلا من واحد المبلغ ديال لو رابيل ديال 1016.99 درهم. مثال الثالث والأخير وهو مثال ديال مهندس رئيس من الدرجة الممتازة سلم 13 رتبة 2. فالوضعية المالية ديال هذا الموظف هي هذه اللي كنشوفها قدامنا، ويؤكدها بيان أجرته ديال شهر 8. فنجد أنه هذا الموظف خضع لواحد لو تخو بيرسو قدره 84.30، هو هذا، واللي جاء بمناسبة الزيادة في الاشتراك بالنسبة للكاد، بالنسبة للناس اللي منخرطين في لونفام، والذي يناسب الفترة ما بين 23 ماي 2024 حتى 31 سبعة 2024. وكنوجدوا بأن الصافي الشهري عنده في شهر 8 كان هو 19790 درهم، وهذا فعلا اللي عندنا هنا.
وحيث أن هذا الاقتطاع هو اقتطاع استثنائي، أي أنه غادي يخضع عليه المدة في شهر 8 فقط، ففي الواقع أن الوضعية المالية الحقيقية ديال شهر 8 راه هي التي يناسبها هذا الصافي الشهري اللي هو 19874 76، أي بإضافة هذه القيمة هذه ديال تروبيرسيل هذا الصافي هذا. إذا هذه هي الوضعية الحقيقية اللي غنقارنوها مع شهر 9. شهر 9 تميز بالنسبة لهذا الموظف بتغير القيمة ديال التعويض عن التقنية التي أصبحت 11188 درهم، والصافي الشهري الذي أصبح 20374 درهم، وهذا ما يؤكده بيان أجرته ديال شهر 9، حيث نجد فعلا بأن المبلغ الصافي الشهري ديال شهر 9 بالنسبة لي أصبح هو 20374 درهم، هو اللي لقيناه هنايا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا التغيير في القيمة ديال التعويض عن التقنية ولد زيادة في المداخل قدرها 938 درهم، وهذه الزيادة بنفسها ولدت زيادة في الاقتطاعات. كاين هناك زيادة في الاقتطاعات برسم تقاعد، وكاين أيضا هناك زيادة في الاقتطاعات برسم الضريبة على الدخل، وهذا المجموع ديال الزيادات في الاقتطاعات هو 437 درهم 86، اللي لما غنقصوه من هذا المبلغ الخام ديال الزيادة في المداخل شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا هذا المبلغ اللي هو بكل بساطة المبلغ الصافي ديال الزيادة. إذا هذا الموظف أخذ من الاعتبار الوضعية الإدارية ديالو والوضعية العائلية ديالو، فهو استفاد من واحد المبلغ صافي ديال الزيادة قدره 500 درهم فاصل 14. وحيث أن الزيادة في الأجر تاريخ الفعالية ديالها هو 1 يوليو 2024، ولم يتم تفعيلها إلا في شهر 9، فهذا الموظف عنده الحق في واحد لو رابيل يناسب أولا شهر جويلية 24 بنفس القيمة ديال المبلغ الصافي ديال الزيادة، وكذلك شهر 8 بنفس القيمة، أي ما مجموعه 1000 درهم فاصل 28. وهذا ما يؤكده بيان أجرته ديال شهر 9، حيث أننا نجد بأنه فعلا استفد من واحد المبلغ ديال الرابيل قدره 1000 درهم 29 سنتيم. إذن هذه الأمثلة نتمنى تكونوا استفدتوا منها. يمكن لكم تمشيوا للقناة وتمشيوا للبلاي ليست وتوجدوا مجموعة ديال البلاي ليست منظمة على حسب ما يهمكم، سواء في مجال الشأن الترابي أو في مجال كيفية قراءة كشف الأجرة أو في مجال برامج المكتبيات. شكرا جزيلا على انتباهكم وإلى اللقاء.